قالت لي أرسم الحنة، قلت لها لا حتى لو جنة. هكذا تجد الأم السودانية الحرة تربي بناتها وأبنائها على الحرية والديمقراطية. تذكر بشهيدة الديمقراطية بالنظير بوتو الباكستانية. هذه السيدة العظيمة قد ربتها أمها على الديمقراطية، وقد سقاها أبوها الحرية، وأوحى لها منذ صغرها أن الحرية لا تعلم إنما تمارس. أوحى لها أن الحرية لا تعلم إنما تمارس، فعندما مارست هذه الحرية مطالبة بالديمقراطية في بلدها الباكستان، اغتيلت بأيدي التخلف والجهل وبالنظير بوتو. هي بلا نظير. بالنظير تعني في اللغة العربية بلا نظير، فهي المرأة المتفردة بطاغاتها الفكرية وثوراتها الثقافية وعلومها الدينية. فقد تشربت الديمقراطية من الحضارة الغربية ومن تربيتها الإسلامية، وتعلمت من القرآن الكريم آيات الديمقراطية، وهي: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. كذلك الآية: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. بلا نظير كانت تسير بين أبناء شعبها، تبث في نفوسهم الشعور بحب الديمقراطية والفضيلة والنفور من الجهل والرزيلة. بأي وسيلة شاءت ومن أي طريق أرادت، وقلبها العامر بالإيمان بحب الدين والوطن يفيض سلاما وأمنا. فهي تؤمن بالتغيير وتسلم وجهها إلى الله وهي محسنة. تذكر بالآية الكريمة: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. هي ذات النونين، نون الدين ونون الوطن. بلا نظير تذكر بأبطال الفكر عبر تاريخ الإنسانية. أبطال الفكر عبر تاريخ الإنسانية. فهي تذكر بالعارف بالله السهروردي، وهو شهاب الدين عمر السهروردي. ولد في سهرورد وغرأ كتب الدين والحكمة، وأغام في مراغة وبغداد وحلب حيث كان مقتله. قتل لفكره، وقد كان من كبار المتصوفة في زمانه ومن أفقه علماء عصره بأمور الدين والفلسفة والمنطق والحكمة، ويسمي مذهبه الذي عرف به حكمة الإشراق، ويرون أنه قال وهو يجود بأنفاسه الأخيرة: أقل لأصحابي رؤوني ميتا فبكوني إذ رؤوني حزنا، لا تظنوني بأني ميت، ليس ذا الميت والله أنا، أنا عصفور وهذا قفصي طرت عنه فتخلى رهنا، فاخلعوا الأنفس عن أجسادها فترون الحق حقا بينا، لا ترحكم سكرة الموت فما هي إلا بانتقال من هنا. لا ترحكم سكرة الموت فما هي إلا انتقال من هنا.
هذا ما يذكر بالأبحاث الجارية في المركز الثقافي العالمي بمونتريال كندا عن العلاقة بين العلم المادي والعلم الروحي. فما معنى المادة وما معنى الروح؟ قد توصلت الأبحاث إلى أن البيئة التي نعيش فيها هي بيئة روحية ذات مظهر مادي، وهذه الحقيقة ستحدث ثورة في مناهج التعليم الحاضرة، وفي المستقبل القريب سوف تدرس الشخصيات التي عرفت بقوة الروح وانبثاقها في عالم المادة لتطوره وتنظمه وتدفعه إلى مراقي اللطف والإنسانية، بدلا عن تدريس الأديان بأشكالها وألوانها وأنواعها المختلفة. الشخصيات المسؤولة الروحية هي التي تعكس مغزى الأديان، فلم تأتي الأديان إلا لتضع الإنسان أمام المسؤولية. لم تأتي الأديان إلا لتضع الإنسان أمام المسؤولية. فما هي الروح؟ هي الجسد الحي الذي لا يموت، وفي المرحلة قبل ظهور الجسد الحي الذي لا يموت فإن الروح هي الطرف اللطيف من الجسد الحاضر. الروح هي العقل المتخلص من أوهام الحواس ومن أوهام العقل البدائي الساذج. الروح هي العقل المتحرر من سلطان الرغبة الهوى، ونحن لا نصل إلى الروح إلا بالإيمان وبتهذيب الفكر. ومن أجل ذلك قال النبي الكريم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وما جاء به هو الشريعة والطريقة والحقيقة. هذا شرط أول الطريق. هذا ما يذكر بروح الشهيدة بالنذير بوتو، وهي بلا نظير، وهي صاحبة الفكر المهذب والروح الوثابة والإرادة النفاذة. فلم تغادر روحها جسدها إلا لنفخ اللطف والإنسانية في الأمة الإسلامية، تارة في الباكستان وأخرى في السودان وآونة في إيران. فهل يعلم الناس ذلك في أفغانستان؟ بلا نظير بوتو تذكر بقول أخيها الشاعر السوداني سيف الدين الدسوقي حين قال: وأصدقاء عيون فضلهم مدد، إن حدثوك حسبت الصوت صوت نبي، كنا كشيء لا يماثله إلا النبوة في طهر وفي أدب، وغدوة لشعوب لا تماثلنا في العلم والحلم والأخلاق والأدب. هل يمكن أن تستيقظ المرأة في الدول الإسلامية وتدرك أن طاغاتها الكامنة في طياتها إذا تحررت من أوضار الجهالات والخرافات؟ لتفجرت هذه الطاغات علما وسلاما وحبا وأمانا لهذا الكون بأجمعه. فقد قال ابن عربي: أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ بلا نظير بوتو ظهرت ثمار طاقاتها الفكرية أولا في أهل بيتها، فقد يروي عنها ابنها البالغ 19 من عمره قائلا: إن أكثر ما كانت تركز عليه أمه الفاضلة
هو موضوع الديمقراطية والحرية. يذكر بقول شاعر السودان سيف الدين الدسوقي حين قال: أمي التي وهبت عقلي توقده تجيء رحمتها من منبع خصب، وإن تغيب في درب الحياة أبي أقامت إلى عبئها أيضا بعبء أبي. أمي التي وهبت عقلي توقده تجيء رحمتها من منبع خصب، وإن تغيب في درب الحياة أبي أقامت إلى عبئها أيضا بعبء أبي. هل تدري أن قصيدة الشاعر السوداني سيف الدين الدسوقي التي تحوي تلك الأبيات السابقة زعم المحللون للثقافة العربية في المركز الثقافي العالمي أنها درة الأدب العربي؟ إنها درة الأدب العربي، فقد جمعت فأوعت بالقيم الإنسانية السامية التي تجعل السودان سودانا عالميا تضوع منه الفضائل، كما يضوع الشذا عن الزهرة المحتار، وكما يصدر الشعاع عن الكوكب السيار. في درة الأدب العربي قال صاحبها: الكنز كان هو الإنسان مكتملا في محفل الجد لم يهرب ولم يغب. الكنز كان هو الإنسان مكتملا في محفل الجد لم يهرب ولم يغب. غنبي إلى النيل لا تسأل عن التعب، أقلبي يحن حنين الأينغ النجب. من كان يحمل مثلي هم موطنه يأبى الغياب ولو في الأنجم الشهب. والناس في وطني شوق يهزهزهم كما يهز نسيم أقامة الغصب. والناس قاماتهم طالت إذا هتفوا بالشمس جيئي تعالي ها هنا اقتربي. جاءت على خجل حيرة تسائلهم من ذا على النيل يا أحباب يهتف بي. الناس قاماتهم طالت إذا هتفوا بالشمس جيئي تعالي ها هنا اقتربي. جاءت على خجل حيرة تسائلهم من ذا على النيل يا أحباب يهتف بي. الشاعر السوداني سيف الدين الدسوقي يزين صدر الأدب العربي بوسام العزة والكبرياء والشرف والروح الفياضة والطاغات الخلاقة، فهنيئا للأمة العربية بهذه الشخصية السودانية. على امتداد التاريخ الإنساني على الإنسانية بأبهى الأضواء، فبددت أشجانها ومست أجفانها بأحلام ساحرة، وهدهدت نفوسها بأنغام ناسرة، ثم مضى منها من مضى من عالم الأجسام الزائل، لكن صداها خالد على الأيام والأحداث التي تمضي ثم تنسى. ومثلما تنبت هذه الأرض المعطاء الأزاهير من بين الأشواك، فإن ذات الأرض الحبيبة الطيبة قد أنجبت أفذاذا متفردين رجالا ونساء، صنعوا وصاغوا تاريخنا السياسية والفكرية والأدبية والفني، فخلدت أسماؤهم
وصاروا أسماء في حياتنا.